من قصر الرئاسة قصر الاتحادية بمصر الجديدة. أحييكم، وهذا بث حي على الهواء مباشرة، حيث بعد دقائق يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الإريتري السياسي أفرقي في هذه الزيارة الرسمية إلى القاهرة التي وصلها منذ قليل. العلاقات المصرية الإريترية علاقات مهمة، هذه تعد واحدة في سلسلة زيارات متعددة، ست زيارات سابقة في 10 سنوات للرئيس الإريتري إلى القاهرة في مناسبات متعددة، كذلك لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هوامش عدة منتديات ومؤتمرات ومناسبات ومحافل مختلفة. الحقيقة أن هناك تنسيق مصري إريتري على أعلى مستوى، على مستوى القيادة السياسية لكلا البلدين على المستويات المختلفة، سواء المستوى السياسي كذلك المستوى الأمني. إريتريا دولة مهمة تقع في شرق القارة الإفريقية، هي إحدى الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، تقع بالقرب من مضيق باب المندب، وهو مضيق استراتيجي وموقع جغرافي مهم، خاصة في ظل الظروف والأزمات الأخيرة الموجودة في هذه المنطقة. لذلك كان حريا بمصر وبقيادتها السياسية أن تضع البعد الاستراتيجي وهذا العمق للأمن القومي المصري جنوبا وشرقا في اتجاهات مختلفة، ومنها العلاقات مع إريتريا موضع الاعتبار وموضع الاهتمام. الحقيقة هناك تنسيق على أعلى المستويات، على المستوى السياسي كذلك على المستوى الأمني ومستويات عدة. بطبيعة الحال هناك علاقات اقتصادية بين البلدين، ربما ارتأى البعض أنها لا ترقى إلى عمق وقوة العلاقات السياسية والأمنية. هناك استثمارات مصرية في إريتريا، كذلك هناك علاقات في التعاون الاقتصادي في عدة مجالات، منها مجال حفر الأبار ومجال التعدين وغيرها من المجالات. لكن أيضا هذه الزيارات بتهدف في جانب منها إلى تعميق القوة والجانب والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، بين مصر وإريتريا، بضخ مزيد من الاستثمارات ومن أفاق التعاون، وكذلك في مسألة بناء السدود وقنوات المياه. هناك تعاون مصري إريتري مستقبلي مهم يجب الالتفات إليه، لكن التعاون الأمني والتنسيق السياسي بين مصر وإريتريا هو على أعلى مستوى منذ سنوات كثيرة. مصر كانت دولة داعمة لحركة التحرر الإريترية منذ عام 60، وكان هنا مقر منظمة التحرير الإريترية في هذا التوقيت حتى نالت استقلالها في سنوات التسعينات. ومصر كانت من أولى الدول التي أقامت علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية مع إريتريا واعترفت بالدولة الإريترية وكانت داعما لها في كثير من المحافل. كذلك دولة إريتريا كان لها علاقات مهمة مع مصر، خاصة في السنوات الأخيرة، حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي حضره الرئيس الإريتري وقام بعدة زيارات من بعدها كما ذكرت لحضراتكم. لذلك هي علاقات متميزة، ناهيك عن أنها علاقات تاريخية تعود ربما إلى 300 عام. هناك علاقات سياسية وعلاقات اقتصادية وعلاقات يعني على المستوى الدبلوماسي وبأشكال مختلفة. أعود مع حضراتكم إلى المكان والمكانة المهمة التي تحتلها دولة إريتريا في شرق القارة الإفريقية، هي تطل على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، كذلك هي الدولة الأطول شاطئيا من الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، حيث تزيد شواطئها أو طول شواطئها على 1200 كيلومتر بامتداد البحر الأحمر. كذلك هي تجاور دول إثيوبيا
والسودان وجيبوتي في منطقة القرن الإفريقي هي تمثل عمقا وبعدا جغرافيا وعمقا استراتيجيا مهما، كما أولت مصر في السنوات الأخيرة العلاقات الإفريقية اهتماما بالغا واهتماما كبيرا، سواء على مستويات الشراكة المتعددة في تجمعات اقتصادية وسياسية وغيرها، أو على المستويات الثنائية. أولت مصر كثيرا من الاهتمام لدول القارة الإفريقية على المستويات الثنائية. العمق الإفريقي كان من أهم محاور الاهتمام في السياسة المصرية عبر السنوات العشر الماضية، وهذا أمر لا يخفى على الكثيرين، فمصر بوابة إفريقيا على المستويات المختلفة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستويات المختلفة، ومنها المستوى الأمني ومنطقة البحر الأحمر وغيرها. بعد دقائق بعد قليل يستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري السياسي أفرقي في هذه الزيارة الرسمية. تحياتي إلى حضراتكم، تبدأ الوقائع بعد لحظات.